بنتكلم دلوقتي على مفهوم العناية بالعميل. يعني ايه عناية بالعميل؟ كلمة عناية غير الرضا وغير الخدمة اللي اتكلمنا عليهم، ده مستوى أرقى من مستوى التعامل أو في التعامل مع العملاء. مفهوم العناية بالعميل هو التصرف بابتسام واهتمام مع العميل، أكون مهتم بالعميل وأكون ببتسم له حتى لو بتكلم في التليفون، حتى لو بتكلم في التليفون. إذا من مؤشرات أو من الكي بي آيز الخاصة بالعناية بالعملاء هي رقم واحد حسن استقبال العميل. دورة الخدمة المتميزة في المكاتب التنفيذية استفدنا منها المهارات التعامل مع الآخرين ومارسة السلوك الإيجابي تجاه العملاء، وإن شاء الله بستفيد منها وننفذها في عملنا مستقبلا بإذن الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. حابة أشكر أولاً صحة الطائف ممثلة في شؤون التدريب والأكاديمية، وأشكر المدرب، وصراحة كنا مبسوطين جداً في الدورة ومتمتعين. فائدة كبيرة جداً، وإن شاء الله أنها تساعدنا على التميز والتطبيق العملي للشيء اللي أخذناه. مفهوم أو الكونسبت العام الخاص بالعناية بالعملاء هو الإشباع الإيجابي لاحتياجات العميل. شكرا لكم.